تعرف هذا ولا جيب السكر حط له منذر طبيقة مدير مكتب العلاقات بمنظمة فريق عمل بصمة شباب انطلقت اليوم حملة تنظيف وتزيين الساحة الداخلية لمدرسة سناء المحيد للثانوية. قمنا بتنظيف وتزيين الساحة وقطع الحشائش وتزجير الفناء الخلفي للمدرسة وتحوير معمل كان متهالك بدرجة سيئة وتنظيفه وطلاءه ليصبح صالة أو قاعة إفطار صباحي، وإقامة ملعب لكرة الطائرة بتخطيطه ووضع شباكه. ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات منظمة فريق عمل بصمة شباب للعام 2020 بالتعاون مع مدرسة بن وليد للكاراتيه.